السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الحميد. اليوم إضافتنا خاصة بالأفلام. طبعا السيرفر مال الإضافة هذه وايد قوي، الإضافة اسمها Really Movies. نشوف مثلا القائمة الأولى أفلام الHD، هذه الأفلام الHD. السيرفر وايد قوي ما شاء الله، مع الموقع هذا وايد قوي السيرفر، والأفلام أكثرها يعني HD، كلها HD تقريبا، في HD وفي Full HD. القائمة الأولى، القائمة الثانية Old School Movies، شغل الفيلم يعني باب التجربة. سيرفر واحد لكنه قوي. تجديم سريع، قدم الفيلم سريع ما شاء الله عليه. هذا حق الأطفال، ديزني كولكشن، كلها رسوم متحركة حق الأطفال، أفلام كرتون. أفلام 3D، شاشتين، يعطينا شاشتين حق ال 3D. إذا بغيت تشغل 3D عن طريق التلفزيون لا تنسى تضغط الدقمة مالت ال 3D عشان يندمجون الشاشتين هذيلا ويعطيك افكت مال 3D. فور كي جودة جدا عالية. هذه فيلم كوميدي، بوكسيت. هذا مثلا عندنا الجزء الأول والثاني والثالث مجمعين بهذا الهني. عندنا مثلا إنديانا جونز، كل الأجزاء موجودة هنا. سيرش، بحث عن فيلم، مثلا نبحث عن فيلم ماد. أعطانا هنا ماد ماكس. هذا إن شاء الله هذه الإضافة نالت على إعجابكم، ونشوف الحين شلون نسوي لها انستول على برنامج الكودي. من القائمة الرئيسية روح على السيستم، فايل مانجر، سوي إضافة اد سورس، نكتب، نحط هذه الإضافة اللي موجودة، نكتب اسمها، هذا اسمها، نقول اوكي، نرجع مرة ثانية، نضغط على System، Add-ons، Install from Zip File. هذه إضافتنا نحط لها الاسم ساعة، نقول OK، هذا اسمها، نقول هني، نضغط على الإضافة، راح تطلع عندنا بالزاوية هني على اليمين الإضافة، هذه هي.
تضغط هنا، هذه اضافتنا موجوده فيديو دونز، نضغط على ريل موفيز، قول له انستول، ظهر عندنا هنا انيبل، يعني معناته خلاص انضافت الى الفيديو. نرجع الى قائمه الفيديو، هذه اضافتنا موجوده. ارجو ان الشرح يكون كافي ووافي، ولا تبخلون علينا باللايك وسبسكرايب، تشترك بالقناة، وممكن تنشر الفيديو حق غيرك يستفيد من عنده. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.